بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بطلبة المرحلة الأولى قسم الفيزياء كلية العلوم بجامعة المستنصرية في هذه المحاضرة. المحاضرة راح تتضمن الفصل الأول شابتر 1 اللي يتضمن Structure of Atoms, Properties of Electric Charge, Conductors and Insulators and Semiconductors, Types of Charging, Gravitational Force, Coulomb. The Structure of the Atom. The atoms are constructed of three kinds, electron, proton, and neutron. The subatomic particles are arranged in the nucleus as a closely packed containing protons and neutrons. The nucleus has a spherical shape and the diameter about 10 to minus 12 cm. Outside the nucleus, electronic orbits. The diameter between 2 to 3 cross 10 to minus 8 cm. The masses of proton and neutron are nearly equal, and the mass of each is about 1840 times are greater than electron. The proton is positive charge, and the neutron is equicharge or chargeless, and the electron is negative charge. هنا واضح من خلال الشكل انه الذرة تتكون من النواة، والنواة تحتوي على نيوترونات وبروتونات. وواضح هنا من خلال الشكل ذرة الهيليوم تحتوي على 2 بروتون 2 نيوترون، وفي الاوربيتالات توجد 2 الكترون. كذلك هنا ناخذ ابسط انواع الذرات هي ذرة الهيدروجين التي تحتوي على النواة وبها بروتون واحد، ودائما تكون النواة شكلها كروي وقطر النواة هو بحدود 10 اس ناقص 12 سنتيمتر. كذلك اقطار الاوربيتالات تتراوح من 2 الى 3 في 10 اس ناقص 8 سنتيمتر. هنا نريد نستخرج كتلة النيوترونات وهي مساوية لكتلة البروتونات، وكذلك نستخرج كتلة الإلكترونات. سوف نأخذ 1 جرام، 1.8 بالألف جرام من ذرة الهيدروجين، وهذا 1 جرام يحتوي على عدد أفوغادرو من الجسيمات. فنقسم هذا الرقم 1.8 بالألف جرام على عدد أفوغادرو اللي هو 6.2% في 10 أس 23 بارتكلز، فيطلع عندنا كتلة البروتون أو النيوترون اللي هو يساوي 1.67 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. قلنا سابقا إنه كتلة البروتون أو النيوترون هي أكبر ب 1840 مرة من كتلة الإلكترون. إذا لو قسمنا كتلة البروتون على 1840 سوف نستخرج كتلة الإلكترون اللي حتكون عندنا 9.11 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام. The properties of electric charge. هنا نأخذ خصائص الشحنة الكهربائية. أول خاصية the like charge are repulsion. إذا الشحنات المتشابهة تتنافر. And the unlike charge are attraction. والشحنات المختلفة تتجاذب. 2 electric charge is conserved. إذا الشحنات الكهربائية تكون دائما محفوظة. From experimental observation is that the electric charge is always conserved. وجد تجريبيا انه دائما الشحنات الكهربائية تكون محفوظة. هنا راح ناخذ مثال وين عندما ندلك a glass rod is wrapped with a silk. عندما ندلك ساق من الزجاج في قطعة من الحرير. negative charge اللي هي الالكترونات are transfer تتحرك باتجاه الجلاس and من الجلاس الى السلك. اذا الالكترونات اللي هي كانت موجوده على الساق الزجاجي سوف تتحرك بعد ذلك الى قطعه الحرير، والشحنات الموجبه اللي موجوده كانت على قطعه الحرير سوف تتحرك على هنا الساق الزجاجي. وهنا عندما تتبادل الشحنات بعد ذلك سوف تكون هذه الشحنات متواجده بنفس الكميه وبنفس القيمه، وعند ذلك because of conservation of charge لأن الشحنة هناك تكون محفوظة. 3 electric charge is quantized. إذا الشحنات الكهربائية تكون مكمنة. In 1909 في سنة 1909 روبرت مينيغان discovered that the charge is always multiplied by a correct number. إذا هنا بال 1909 روبرت مينيغان وجد تجريبيا انه الشحنات تكون دائما مضروبه باعداد صحيحه.
meaning that charge cannot subdivide. إذن لا يمكن أن تكون، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الشحنات مجزأة. هنا الشحنات دائما تأخذ القيم and take the following value. هنا زائد ناقص 1 إلكترون، زائد ناقص 2 إلكترون، زائد ناقص 3 إلكترون إلى آخره. But never a fraction charge، ولا تأخذ القيم المجزأة للقيم الإلكترونية هي نص أو 2 بالعشرة. إذن يمكن القول أنه أن استنتاج هذه المعادلة أن الكيو الشحنة تساوي لنا N مضروب في قيمة الإلكترون، والآن يساوي لنا 1 2 3 إلى آخره. هنا نأخذ مثال بسيط على تجربة ميليغان. N ميليغان أويل دروب إكسبيرمنتال found the weight of oil drop equal. هنا وجد انه في تجربة ميليغان انه وزن الشحنة، وزن هنا قطرة الزيت المستخدمة هنا في هذه التجربة تساوي 2 ¼ × 10^14 نيوتن. ايضا كذلك المسافة الموجودة بين التو بليت، اذا نشوف الشكل هذا التو بليت، هنا المسافة الموجودة هي 1.2 سنتيمتر. كذلك الفولتية المسلطة بين اللوحين هي 450 فولت. هنا في حال إذا القطرة تدلت بين التو بليت، ماذا نعني بهذا الكلام؟ يعني القطرة هنا سوف تتدلى أو ستكون في منتصف المسافة بين التو بليت، معناتها أنه هنا القوة الكهربائية تساوت مع قوة الجذب الأرضية اللي تعني الوزن. إذن هنا نطبق المعادلة FE تساوي FG، والFG هي تساوي الوزن، والوزن معلوم 2.4 × 10^14، والFE تساوي QE، والQ هي المطلوبة نريد نطلعها، والE عبارة عن المجال الكهربائي اللي يساوي لنا الفولتية على المسافة بين التو بليت. وبسهولة راح نطلع الكيو، الكيو تساوي 6.4 × 10^19 كولوم، ونطبق القانون السابق كيو يساوي ان اي لاستخراج عدد الشحنات الموجودة داخل هذه القطرة وتساوي لنا 4. اذا هنا قدرنا نطلع عدد الشحنات اللي هي 4. هنا تعريف بسيطة للكوندكترز اند انسوليتر اند سيمي كوندكترز. الكوندكترز ار ذا سبستانس ذات بيرميتس الكتريك تشارج تو موف فريلي. هذا هو المواد التي تسمح بمرور الشحنات بحريه او بحركه الشحنات بحريه، مثل السيلفر الكبار الالمنيوم. هنا عندنا الانسوليترز هي عكس الكوندكترز ذات ار ذا سبستانس ذات داز نوت بيرميتس الكتريك تشارج تو موف فريلي، لا تسمح بحركه الشحنات بحريه، مثل الكلاس البلاستيك ايضا الربر. السيمي كوندكتور يكون حال وسط بين الاثنين. اذا ار ذا سبستانس ذات ان انترميديت بوزيشن بتوين كوندكتورز اند انسوليتر، مثل السيليكون والجرمانيوم. تايبس اوف تشارجينج، هنا عندنا انواع الشحن. النيترال ان انيترال متر في حاله الماده عندما تكون في حالتها طبيعيه، the number of electron r equal the proton، يكون الإلكترونات مساوية للبروتونات. we can transfer charge back and forth between different material by rubbing them together. إذا ممكن أن الشحنات يعني تتحرك ذهابا دائما من خلال عملية دلك المواد ببعضها، allowing electron to move from one material to another. إذا ممكن أن تسمح بحركة الإلكترونات بينها. For example, when we rub teflon rod with a fork، عند ذلك هنا ساق من التفلون، negative charge are transferred from the fork to the teflon. إذن هنا الشحنات السالبة اللي كانت موجودة على قطعة الصوف سوف تتحرك على إلى التفلون، وهذه الشكل هنا يوضح ما بعد ذلك. عند يعني سابقا كان هنا قطعة الصوف هي الشحنات الموجودة عليها هي شحنات سالبة، والتفلون هو شحناتها موجبة، فبعد ذلك أصبح هنا ساق التفلون هو شحناتها سالبة، وكذلك قطعة الصوف أصبحت شحناتها موجبة. كذلك هنا بالنسبة للحرير والجلاس، بعد ذلك أصبح قطعة الحرير أصبحت شحناتها سالبة، وقطعة وساق الزجاج أصبح موجب.
charging by fraction. هنا أنا أدلك بالاحتكاك. When you rub one material to another, they are charged by fraction. عند دلك القطعة يعني أي اثنين ببعضهم نقول إنه هذا دلك من خلال الاحتكاك. When you rub, مثال على ذلك, when you rub the glass rod to a sink, عند ذلك ساق زجاجي بقطعة من الحرير. Glass lose electron and positively charge. اللي هنا قلنا الساق الزجاجي يخسر الالكترونات ويصبح موجب الشحنة. كذلك السلك يرب هنا هو اللي حيكتسب الشحنات الالكترونات السالبة ويصبح هنا سالب الشحنة. We can say عند ذلك يمكن القول انه سلك is gain electron and negatively charge. هنا أصبح الحرير هو اللي كسب الإلكترونات وأصبح سالب الشحنة. We can say charge of the system are conserved. هنا أيضا قلنا سابقا أن الشحنات اللي راح تنتقل بين الطرفين تكون أعدادها بين الجهتين نفس القيمة ونفس الكمية. إذا عند ذلك يمكن القول أنه النظام محفوظ, نظام يعني نظام حرق الشحنة محفوظ. كن هنا عندنا charging by contact. هنا يعني شلون نقدر نشحن قطعتين. هنا عندنا كرة وعندنا ساق من التفلون راح نشحنهم من خلال التلامس. هنا وين positively تفلون rod charge touch the neutral sphere. هنا عندما تكون هذه الكرة في حالتها الطبيعية تكون تحتوي على الإلكترونات والبروتونات في حالة تعادل. فعند هنا الساق التفلون عندما يمس الكرة تصبح الكرة في حالة سالبة, والساق التفلون اللي هو positively charged حيصبح نيجاتيف. وبعد ذلك نفصلهم تكون الكرة في حالة يعني انشحنت في حالة موجبة, وكذلك الساق التفلون انشحن في شحنة سالبة. Charging by induction هنا الشحن بالحث. We can charge in conductor without contact when we put a negatively charged teflon rod near conductor sphere AP. هنا عندما نجلب انه ساق من التفلون مشحون بشحنة سالبة ونضع بالقرب من كرتين غير مشحونة, فهنا راح تنجذب the positive charge attract to the teflon and negative charge move to opposite side. راح تنجذب الشحنات الموجبة وتكون قريبة من ساق التفلون, وبالجهة المقابلة راح تكون عندنا الشحنات السالبة. While the teflon rod is still near, we separate the sphere A and B. هنا نبقي على التفلون بقرب من الكرتين, نفصل الكرتين وبعد ذلك نبعد ساق التفلون. فبعد ذلك نقول انه الكرتين شحنا الفعل وحده بشحنه سالبه كره A وكره B شحنه بشحنه موجبه. هنا عندنا gravitational force. Every particles in the universe attract every other particles with force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. إذن هنا هذا التعريف يمكن أن نستخرجه من خلال هذه العلاقة الرياضية. نقول إنه قوة الجذب الكتلية تتناسب طردياً, يعني تتناسب الطردي مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهم. إذن القوة هنا عند رفع علامة التناسب نضع علامة تساوي ونضع بعدها ثابت التناسب اللي يسمى ثابت الجذب الكتلي, فتصبح المعادلة بالشكل اللي أمامكم. وجي هو ثابت الجذب الكتلي قيمته تساوي 6.6 في 10 إلى 11 نيوتن مضروب المتر تربيع على كيلوغرام تربيع. إذن هنا يعني لا ممكن أن نستخرج تعريف الجرافيتيشن فورس من خلال القانون ودون أن نحفظ. اللي بعدها كولومبس لو كونسيرنج ذا الكتريك فورس اتس فاوند ذات. هنا كل ما يتعلق في القوة الكهربائية وجد
من خلال النقاط الآتية: النقطة الأولى the electric force أو the electrostatic force directly proportional to the magnitude of the charge of each particle. إذن هنا القوة الكهروستاتيكية تتناسب طبيعيا مع قيم هذه الشحنات الـ particles. اثنين the electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between the two particles. إذن هنا عندنا مربع المسافة الموجودة بين هذه الشحنتين يتناسب عكسيا مع القوة الكهروستاتيكية. ثلاثة the direction of the electrostatic force is along the line joining the two particles. إذن هنا اتجاه القوة الكهروستاتيكية يكون على طول الخط الواصل بين الشحنتين. أربعة the electrostatic force is attracted if the charge are opposite. إذن القوة الكهروستاتيكية تكون قوة التجاذب عندما يكون يعني الشحنتين أو الجسمين المشحونين في حالة يعني إشارتهم مختلفة، والعكس صحيح يكون في حالة تنافر إذا كان شحنتهم متشابهة. From this observation من خلال هذه الملاحظات يمكن the electrostatic force نعبر عنها بالعلاقة الآتية. إذن هنا القوة الكهروستاتيكية اللي موجودة بين شحنتين اللي نعتبرها الشحنة الأولى والثانية تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين عكسيا مع مربع المسافة بينهم. هنا المحددات تعني أنه هذه القيمة للقوة تؤخذ مجردة من العلامة من الإشارة ناقص أو زائد، وكذلك الشحنات عندما نطبق القانون تؤخذ هذه الشحنات مجردة من الإشارة الزائدة أو ناقص. بعدها هنا ممكن أنه أنا نعرف قانون كولوم أنه القوة الكهروستاتيكية تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهم. إذا يمكن كتابة القانون بالشكل الآتي: القوة F12 تساوي لنا K، هذا نسميه ثابت كولوم مضروب في حاصل ضرب الشحنتين عكسيا مع مربع المسافة بينهم. إذا هنا الكي هو قيمته 1 على 4 باي ابسلون نوت، وابسلون نوت هي معروفة هي تساوي السماحية الكهربائية في الفراغ اللي قيمتها 8.85 في 10 أس ناقص 12 نيوتن أس ناقص 1 متر أس ناقص 2 مضروبة بكولوم تربيع. The direction of the force determined according to the sign of the two charges. إذا هنا ممكن أن نحدد اتجاه القوة من خلال يعني احنا يعني كفكتور حسب العلاقة هذه الآتية. إذا ممكن إعادة صياغة العلاقة السابقة بشكل آتي: كفكتور F12 كفكتور تساوي لنا ثابت كولوم مضروب في Q1 Q2 على R12 تربيع، ومضروبة الفكتور اللي هو R12 اللي هو هنا قيمة R12 فكتور يساوي لنا I فكتور زائد J فكتور in 2 dimension. أخيرا هنا عندنا إذا عندنا هنا أكثر من شحنة أريد نوجد القوة لهم، القوة محصلة القوة. فمحصلة القوة تساوي مجموع محصلات القوة المؤثرة على أي شحنة ممكن يعني أن نوجد لها محصلة القوة المؤثرة عليها من خلال الشحنات الأخرى. هنا عندنا مثال بسيط: example 1 compute the electrostatic force of repulsion between two alpha particles separation at separation of 10 to minus 11 سنتيمتر. هنا عندنا احسب القوة، قوة التنافر الموجودة بين 2 alpha particles يعني جسمين من alpha المسافة بينهم 10 أس ناقص 11 سنتيمتر، and compare وقارن هذه القوة مع قوة the gravitational attraction between them. إذا احنا أريدنا نطلع القوة الكهروستاتيكية ونطلع الـ gravitational force ونقارن بيناتهم. نكتب قانون كولوم اف اي تساوي 1 على 4 باي ابسلون نوت مضروبه في كيو كيو داش على ار سكوير. هنا الكيو
شحنة كل الفا بارتكلز هي عبارة عن إلكترونين، والإلكترونين نضربها في قيمة شحنة الإلكترون اللي هي 1.6×10^-19، إذن كيو قيمتها تساوي 3.2×10^-19، وكيو داش كذلك قيمتها 3.2×10^-19. فعندما نطبق القانون كيو في كيو هي كيو تربيع، فقط نكتب القيمة ونستخرج اف اي تساوي 9.18×10^2 نيوتن. هنا أنا أريد نطلع قيمة الجرافيتيشن فورس اللي هي تساوي جي مضروبة في كتلة الأولى في الكتلة الثانية على مربع المسافة بينهم. إذن هنا الكتلة الأولى هي للألفا، كل ألفا عندها كتلة، وكتلة كل ألفا هي عبارة عن 2 بروتون و 2 نيوترون. هنا أنا بالنسبة لكتلة الإلكترونات عند مقارنتها قلنا بكتلة البروتون أو النيوترون هي جدا صغيرة، فهنا أنا عندي حساب الكتلة لكل ألفا تهمل كتلة البروتون وذلك لقيمتها صغيرة جدا، فنحسب كتلة البروتونات وكتلة النيوترونات هي نفسها. إذن حيصير عندنا كل ذرة ألفا هي عبارة عن 2 بروتون، قلنا هي البروتون يساوي النيوترون، إذن عندنا 4 مضروب في كتلة البروتون اللي هي 1.67×10^27 كيلوغرام، وتساوي 6.68×10^27 كيلوغرام. إذن ممكن نطبق العلاقة FG تساوي لنا اللي هو ثابت 6.67×10^11 مضروبة ب 6.68×10^27 تربيع على مربع المسافة بينهم بالمتر، فتطلع عندنا الجرافيتيشن فورس 2.97×10^27 نيوتن. فإذا نقارن هذه القوة مع قوة كولومبيا راح نشوفها جدا قليلة، لأنه هاي القيمة قدامها حوالي 27 صفر، بينما هاي القيمة قدامها 0. إذا هاي القوة الكهربائية أكبر بملايين المرات من قوة الجرافيتيشن فورس. هنا عندنا مثال آخر. Consider a 3-point charge located at the corner of at a right triangle as shown in the figure. هنا عندنا 3 شحنات موضوعة في رأس هذا المثلث كما واضح بالشكل، Q1 تساوي Q3 وتساوي 5 مايكرو كولوم، وQ2 تساوي -2 مايكرو كولوم. المسافة بين Q1 و Q2 هي A، والمسافة بين Q2 و Q3 هي A، وتساوي لنا A هنا 10 متر. Find the resultant force exerted on Q3. نريد هنا محصلة القوى المؤثرة على الشحنة الثالثة. إذن أول خطوات الحل نكمل الرسم ونحدد اتجاهات القوة. نطلع كيو هنا القوة، نكتب معادلة، فعندنا F23 كفكتر تساوي لنا ثابت اللي هو ثابت قيمته معلومة 8.99×10^9 نيوتن مضروب متر تربيع على كولوم تربيع. الشحنات قلنا نأخذها مجردة من الإشارة، وأن على مربع المسافة بينهم اللي حددناها هي 10 متر تربيع. هنا اتجاه القوة قلنا Q2 Q3، إذا Q2 عندما نقربها من Q3 ستكون هنا Q3 راح تنجذب إلى Q2، إذن اتجاه القوة باتجاه السالب من محور X اللي هو يمثل لنا -I، ونستمر الحل تطلع عندنا F23 كفكتر تساوي لنا -9 نيوتن متجهة باتجاه الـ I. ليش ناقص؟ لأنه باتجاه السالب من محور X، وقلنا هنا إذا يمثل لنا على محور X هو الفكتر I. نروح هنا على F13، هنا F13 نطبق المعادلة عليها، أريد نطلع هنا هذا المسافة بينهم هي هذا يمثل الوتر مع المثلث، فالوتر نطلع عن طريق معادلة فيثاغورس راح يطلع عندنا جذر 2A نكتبه أيضا، وهنا قيمته راح تطلع F13 11 نيوتن. هنا F13 كقيمة هنا لح عندنا بين Q1 و Q3 هي تنافر، إذن لح Q3 حيكون Q1 حيكون تأثيرها على Q3 هي تنافرية، قوة تنافرية، فلح يكون اتجاه القوة بهذا الاتجاه، اتجاه الأعلى من محور X الموجب،
راح تتحلل هاي القوة إلى قوتين، واحدة باتجاه واي اللي تمثل جي، واحدة باتجاه اكس اللي تمثل الموجب من اكس. هنا عندنا الزاوية نقدر نطلعها، لأن هنا عندنا من نقول هنا اف 1 3 هي تساوي لنا باتجاه اكس، هي تكون المجاور هو كوساين. إذا اف 1 3 كوساين 45، هنا طلعنا الزاوية لأنه من هنا عندنا الكوساين هو المجاور اي على الوتر هو جذر 2 اي، فالاي تروح هي الاي، واحد على جذر 2 وواحد على جذر 2 هي قيمتها 45. إذا هنا القوة المتحللة باتجاه اكس تساوي لنا اف 1 3 كوساين 45، والقوة المتحللة باتجاه واي هي تكون اف 1 3 ساين 45 باتجاه جي، وهذيك باتجاه الموجب من اكس اللي مثل اي. اذا هنا لها قيمة الكوساين هو نفسه، فاف 1 3 كوساين 45 تساوي لنا، احنا طلعنا قيمة الاف 1 3 فقط، نحدد اتجاهها عندما تكون باتجاه اكس تساوي لنا 7.9 اي ان، وهنا عندنا القوة باتجاه اكس راح نجمعها، فعندنا نجمعها وحدة تكون موجب وحدة سالبة، ف 7.9 ان هنا مضروبة باي، وعندنا ناقص 9 ان مضروبة باي، فالنتيجة حتكون ناقص 1.1 اي ان، والقوة هنا باتجاه واي راح تساوي لنا 7.9 باتجاه جي، فالاف ريزلتنت هي مربع تحت الجذر مربع اف اوف اكس زائد مربع اف اوف واي، وبالنهايه راح تطلع لنا الاف ريزلتنت 7.97 نيوتن. هنا عندنا ايضا مثال اخر، 2 بوينت شارج كيو 1 قيمتها 2 مايكرو كولوم از بليس، نص موضوعها على بعد نص متر بيناتهم. الكيو 2 قيمتها ناقص 5 مايكرو كولوم، كولد كليت ذا ماجنتيود اند ذا دايركشن اوف ذا فورس اون ايتش شارج. هنا نريد قيمة القوة الكهرة الستاتيكية بين المؤثرة إحداهما على الأخرى، فأف 1 2 نكتب القانون دايركت مباشرة، ونكتب أيضا هنا كمتجه، فثابت كولوم معلوم. هنا عندنا الشحنة الأولى قيمتها 2 والشحنة الثانية قيمتها 5، المسافة بيناتهم نصف متر تربيع، إذا تطلع هنا أف 1 2 هنا يعني بالاتجاه الموجب، هاي واضحة هنا لأنه الشحنة الأولى راح تنجذب باتجاه الشحنة الثانية، فيكون اتجاهها باتجاه الموجب من محور اكس، وقيمتها اف 1 2 هي اوبن يعني 3 او 36% باتجاه نيوتن باتجاه الموجب من محور اي، او اف 2 هي قيمتها نفس القيمة بس بالاتجاه المعاكس لها يعني باتجاه السالب من محور اي، والاف ريزلتنت هنا وحده راح تلغي اللغ وتصير القيمه الكليه صفر. نهايه الفصل عندنا هنا بروبلمز، وان شاء الله هاي من ضمن الواجبات اللي راح يحلوها الطلبه، واتمنى ان شاء الله يتدربون عليها كلها ويعطونا الحل. شكرا لاصغائكم.